نحن نعلم الآن كيف نجد مساحة المثلث متساوي الأضلاع. ما أريد عمله في هذا الفيديو هو محاولة إيجاد مساحة نطفة الثلج لكوخ، وكوخ هو عالم رياضيات سويدي، وطريقة بناؤها هو أن تبدأ بمثلث متساوي الأضلاع وتقسم كل الأضلاع إلى أثلاث، ونضع مثلث متساوي الأضلاع الصغير على كل ثلث أوسط، وهذا بعد الجولة الأولى. والجولة التالية نعملها لكل الأضلاع هنا، واحد صغير هنا 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 هنا. أعتقد أنك فهمت الفكرة. والجولة التالية تعملها لكل هذه الأضلاع. وما هو بارع في هذا وقد عرضناه في الفيديو السابق هو أنه لديك شكل له محيط لا نهائي، ولكن سوف ترى في هذا الفيديو أن له مساحة محددة، وهذا مثير للتفكير. لنبدأ بمثلث متساوي الأضلاع جديد هنا. سوف نفرض أن طول كل من الأضلاع هو S. إذا مثلث متساوي الأضلاع جديد، حيث أن كل من الأضلاع سوف أرسمها بشكل أرتب قليلا، كل ضلع طوله S. ما أريد عمله هو تعقب شيئين، تعقب أضلاع هذا المثلث sides. عندما يتحول إلى نتفة ثلج سأقوم بتعقب عدد الأضلاع، وسوف أقوم بتعقب المساحة بعد كل جولة من إضافة مثلثات صغيرة، فهذا سوف يكون عداد المساحة area. في الحقيقة يجب أن أمنح نفسي مساحة أكبر لأنه لدي شعور أنني سوف أحتاجها. إذن هنا الأضلاع sides سوف أكتبها هنا، وهذا عداد المساحة المتواصل هنا بالأسفل. إذن مباشرة عندما نبدأ لدينا ثلاث أضلاع، لدينا ثلاث أضلاع والمساحة وهي قد أوجدناها في الفيديو السابق سوف تكون على فرض أن كل ضلع هو S، سوف تكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب S تربيع على أربعة. هذا كافٍ، هذا مثلث متساوي الأضلاع بسيط. الآن سوف نأخذ كل من هذه الأضلاع ونقسمه لأثلاث. إذن سوف نأخذ كل ضلع ونقسمه لأثلاث، وفي الثلث الأوسط سوف نضيف مثلث متساوي الأضلاع صغير، فهو سوف يبدو هكذا على هذا الضلع هنا. أريدكم أن تفكروا بما نعمل لكل ضلع هنا. فقبل أن أفعل هذا، هذا كان ضلع واحد وقسمته إلى أثلاث، وفي الثلث الأوسط وضعت ضلعين هناك وضعت مثلث متساوي الأضلاع. إذن ضلع واحد أصبح واحد اثنان ثلاثة أربعة أضلاع. فكل مرة نقوم بجولة لجعل نتفة الثلج أكثر تعقيدا، كل ضلع سوف يتحول إلى أربع أضلاع. تخيل لو عملنا ذلك على الأضلاع الثلاثة، عندها ثلاثة ضرب أربعة وهو اثنى عشر ضلع. فإذا ضربنا هذه في أربعة نحصل على اثنى عشر ضلع. تستطيع عدها حتى نتأكد من أن منطقنا صحيح، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ضلعا. والآن ما هي المساحة؟ ماذا ستكون مساحة المثلث الأصلي الأصفر؟ مجموعة لمساحة كل هذه المثلثات الصغيرة، وما هي مساحة المثلثات الصغيرة؟ حسنا، في البداية لدينا ثلاثة منها، لدينا ثلاثة من هذه المثلثات الصغيرة، وبالتالي نستخدم معادلة مساحة المثلث المتساوي الأضلاع مرة أخرى، فهذه ستكون الجذر التربيعي لثلاثة ضرب S تربيع، ولكن الآن طول كل من هذه الأضلاع يساوي هذه المثلثات الصغيرة، فهو ليس S الآن، هو S على ثلاثة.
وهذه ستكون S على 3 أيضاً. في كل جولة يصبح طول الضلع ثلث الجولة السابقة، فهذه لن تكون S بعد الآن، فسوف تكون S على 3 تربيع، وبالتالي هذا كله على 4. الآن لنبدأ جولة أخرى، سوف أضيف هذه المثلثات هنا وأضيف هذه هناك، وهذه هي الجولة الأخيرة التي أحاول أن أرسم كل هذه المثلثات هنا. إذن كم ضلع سوف يكون لدي بداية بعد أن أقوم بجولة أخرى؟ في الجولة السابقة كان لدي 12 ضلع، كل من هذه الأضلاع سوف يتحول إلى 4 أضلاع جديدة. عندما أضيف هذه النتوءات البرتقالية، إذن سوف أضربها في 4 مرة أخرى، والآن أصبح لدي 48 ضلع. أصبح لدي 48 ضلع، وكم مثلث جديد؟ إذن ماذا ستكون المساحة الصفراء مجموعة للمساحة الزرقاء والبرتقالية؟ إذن كم مثلث برتقالي لدي؟ حسناً، أنا أضيف مثلثات برتقالية جديدة لكل ضلع من الجولة السابقة، وفي الجولة السابقة كان لدي 12 ضلع، والآن سوف أضيف 12 مثلث برتقالي جديد. دعوني أكتب ذلك، سوف أكتب فقط 12 مثلث برتقالي. في الواقع سوف أضرب الثلاثة بأربعة، وبالتالي سوف تكون ضرب الجذر التربيعي لثلاثة، والآن هذا لن يبقى S على ثلاثة، هذا سيكون S على 9، فهؤلاء لهم ثلث طول هذه المثلثات الزرقاء، فهذه سوف تكون S على 9 كلها تربيع، S على 9 كلها تربيع على 4. والآن أعتقد أنك ربما بدأت ترى كيفية بناء النموذج. إذا قمنا بجولة أخرى سوف أتحرك لليمين قليلاً، كيف سيبدو هذا؟ سوف أعمل هذا بلون آخر لم أستخدمه من قبل، دعوني أرى إن لم أستخدم هذا اللون الوردي. الآن سوف يكون لدي العدد السابق للأضلاع، فهذا هو عدد المثلثات الجديدة. إذن 48 ضرب الجذر التربيعي لثلاثة ضرب S على، الآن هؤلاء سوف يكون طول أضلاعها ثلث هذه، بالتالي S على 27 كلها للقوة 2، وكل ذلك مقسوم على 4. سأستمر بإضافة عدد لا نهائي من الحدود لمعرفة مساحة نتفة الثلج لكوخ. إذن سوف أستمر بعمل ذلك إلى ما لا نهاية. في الحقيقة الخدعة هنا هي حساب المجموع اللانهائي، ونرى إذا كنا سنحصل على رقم محدود هنا. أول شيء أريد عمله حتى أبسط الأمور، حسناً دعوني أعيد كتابتها قليلاً، دعوني أكتبها بشكل مختلف. إذن الشيء الأول الذي يمكن أن يكون واضحاً، نستطيع تحليل الجذر التربيعي لثلاثة ضرب S تربيع الكل على 4، فإذا حللنا الجذر التربيعي لثلاثة S تربيع الكل على 4، S تربيع الكل على 4 من كل الحدود، فإن هذا الحد هنا سوف يصبح 1، هذا الحد هنا سوف يصبح 3، لنرى لقد حللنا الجذر التربيعي لثلاثة، وحللنا الأربعة، وحللنا الاس تربيع، حللنا فقط اس تربيع، الآن أصبح لدينا زائد 3 ضرب 1 على 3 تربيع، ما تبقى لدينا هو ثلث تربيع، ولدينا هذه ثلاثة، وأنا لا أبسط ذلك عن قصد حتى نرى ظهور نمط معين، وهذا الحد هنا زائد هذه 12 سوف تبقى هنا، ولكني سوف أكتبها 3 ضرب 4،
وسوف نفقد هذا الذي نحلله الجذر التربيعي لثلاثة، ونحلل أيضا أربعة وأس تربيع، وسوف يتبقى لدينا ثلاثة تربيع، هذه بالأسفل هنا تربيع، فهذه ثلث تربيع، وأيضا هذه تربيع، فهذا ما تبقى من هذا الحد البرتقالي. والآن نذهب إلى الحد الوردي. هذا الحد الوردي هو 48، وهي 3 ضرب 4 ضرب 4، 3 ضرب 4 ضرب 4، وسوف أكتب هذه 4 تربيع، لأنه في كل مرة سوف نضرب في 4، حيث التالي سيكون 4 للقوة 3، لأنه في الواقع مع كل تكرار العملية كل ضلع يتحول إلى 4 أضلاع، ومن هنا أتت هذه، إنه 4 تربيع. سوف نحلل الجذر التربيعي لثلاثة، ونحلل الأربعة وأيضا التربيع، وكل ما تبقى هو 1/3 تكعيب الكل تربيع، إذن ضرب 1/3 تكعيب الكل تربيع، وسوف نستمر بعمل ذلك إلى ما لا نهاية. إذن في كل خطوة هناك تزايد، نحن نضرب بأربعة ونضرب ونضرب، أعتقد يجب أن نقول أن القوة تتزايد للأربعة، بالتالي تبدأ من أربعة للقوة صفر، وهنا لدينا 1، يمكن أن تتخيلها ضمنيا، 4 للقوة 1 ثم تربيع ثم للقوة 3، وأيضا لدينا هذه القوة تتزايد، فهي 3 القوة 1 ثم 2 ثم 3، نرى أن هذه القوة دائما تزيد بواحد عن هذه، ويصبح من السهل أن تحسب هذا اللانهائي الذي سوف يتحول إلى متتالية هندسية لانهائية. نرى أن هذه القوة دائما تزيد بواحد، ما أريد عمله هو أن أزيد القوة الرابعة لكل هؤلاء، ولكن لا أستطيع طوعا أو كرها فقط أن أضرب كل هؤلاء بأربعة، فإذا أردت ضرب كل شيء في أربعة فعلي أن أقسم كل شيء على أربعة. ما أريد عمله في هذه الخطوة هنا هو أن أضرب وأقسم كل شيء على أربعة، فإذا قسمنا على أربعة سوف أعمل ذلك في الخارج، سوف أضرب هذه هنا بربع، إذن أنا أقسم على أربعة وسوف أضرب هذا في أربعة، لذا لن تتغير القيمة في الحقيقة، إذن هذه سوف تكون 4 + 3 ضرب 4 زائد 4 تربيع زائد 4 للقوة 3، والجيد في هذا أن القوة لأربعة والقوة لثلاثة هنا بالأسفل سوف تكون متساوية، ولكنها بقيت تبدو غريبة، لأننا نأخذ هذا 1/3 تربيع ونربعها، وواحد على 3 القوة 3 ونربعها، وهنا يجب أن ندرك أن هذه دائما تربيع وهذه هنا دائما تتزايد، لكن بشكل عام إذا كان لدي 1/3 حتى النهاية وأنا أربعها، فهذا يساوي 1/3 للقوة 2n، وهو أنا فقط أضرب في 2 صحيح، إذا رفعت أي شيء للأس بالتالي أرفع للأس، فهذا يعني أنني أضرب أو أرفع للأس n مرة، وهذا تماما نفس 1/3 تربيع مرفوع للقوة n. إذا نستطيع تبديل هذان الأسام بطريقة قانونية، دعوني أعيد كتابة كل شيء لأنني سوف أقوم بخطوات كثيرة هنا. إذا هذا الجزء هنا يعطينا الجذر التربيعي لثلاثة ضرب أس تربيع على 16، وهذا سيكون ضرب، سوف أفتح وأغلق الأقواس، إذا لدينا 4 زائد، والآن سوف أكتب بالأزرق، سأكتب 3 ضرب 4 للقوة 1، والآن أستطيع أن أكتب هذه أو أعيد كتابتها ضرب ثلث،
يمكن أن نرى هذه كثلث تربيع، أو نراه 1/3 القوة تربيع للقوة 2 عفوا، أو 1/3 تربيع الكل القوة 1، وسوف أكتبها بهذه الطريقة. إذن ضرب 1/9 للقوة 1 زائد 3/4 تربيع، وهذه يمكننا كتابتها 1/9 للقوة 2 أو 9 للقوة 2، وهذه يمكننا كتابتها 3/4 للقوة 3 ضرب، يمكننا كتابة هذه 1/27 للقوة 2، يمكننا أيضا كتابتها كما رأينا هنا 1/3 تربيع الكل القوة 3. دعوني أوضح ذلك، 1/3 للقوة 3 تربيع، هذه نفس الشيء مثل ثلث تربيع للقوة 3، هذا ما عرضناه هنا. إذن هذا مساوي لتسع للقوة 3. الآن بدأنا نرى النموذج والأمور تتضح أكثر. دعوني أقوم بخطوة أخيرة ثم ننهي هذا في الفيديو التالي. فهذا يساوي الجذر التربيعي لثلاثة ضرب أس تربيع على 16 ضرب 4 زائد 3 ضرب هذه 4 أجزاء زائد الحد التالي هو 3/4 تربيع، ومن ثم لدينا زائد 3/4 × 9 للقوة 3، وسوف نستمر هكذا آخذين 3/4 لقوة متزايدة باستمرار. إذن هذا ما يجب علينا إيجاده، وهو مجموع هذه حتى نجد المساحة، وهذه ما سنفعله في الفيديو التالي. سوف نستعمل بعض الأدوات التي استخدمناها لمعرفة مجموع المتتالية الهندسية اللانهائية، سوف أقوم بإعادة عملها في الفيديو القادم، فأنت لست بحاجة لتذكر هذه المعادلة أو هذا الإثبات.